حقيقة لما سئلت هل أنت سعيد اليوم في عائلتك؟ وطبعا نوجه تحية للسيدة باسمة سليمان واللي كانت أول سلم وجه عليه. سلم, سلم عليه وأنا سلم عليها وأبوسها الله من يحفظك. البرنامج. أم طارق طبعا هذا أول وجه تلفزيوني طلع بالكويت واللي أنت أبعدته وقعدته بالبيت الظاهر خليتها سيدة جميلة نعم. طبعا وسط هذه العائلة يعني الله يحفظها إن شاء الله. تقول أنا مع هذه السيدة شفت الخير والبركة عادي. وأحس بروحي أني طفل مدلل وأنا الوحيد الكويتي الوحيد اللي أفطر وأقرأ الصحف في السرير. من وين جبت الثقة؟ أنت وين قريتي هالدنيا؟ قريت أنا قريت لا يوجد لا. كويتي يفطر ويقرأ ما الصحف. كل ما أسأل ربعي لا أنا فعلا هذا أنا أحب الدلال أتدلل عليها المعادي بارك الله فيها مستمرة في دلالي أفطر صباحا في سريري أفطر وأقرأ الصحف لو أقعد 10 دقائق بس أبي أستمر في هذه العادة الظريفة اللطيفة. نعم بعد هذه الرحلة خلينا نقول من مغازات اللؤلؤ من آهات النهام من يا جارتي سيعود يا جارتي سيعود بحارون المسافر يعني هذه الأوبريتات الجميلة اللي عايشة في ذاكرة في ذاكرة الخليج كله يعني حقيقة مو بس الكويت. هذه الرحلة أبو طارق اليوم كيف تتأمل نفسك؟ هل تميل إلى العزلة والكنكنة ولا ما زلت يعني أنت تقول أنا ما زلت كنكنة شاب عزلة؟ لا شاب أنا منطلق أنا الحين أتحدى أي شاب عمره ربع وقتي عمري يبي يركض يبي عافر يبي اللي يبي سباق مشابك حاضر. شو اهتماماتك وشو هواياتك اليوم؟ هواياتي أتلذذ وأتفنن بالكسل. بالكسل أنا هذه العبارة تتفنن في الكسل حتى تعطي من جد وجديد أقيله بس والله حلو الكسل أحيانا الواحد يدلع نفسه طبعا بس كيف وياخذ طاقة يحتاج إلى موهبة ريتشارجنج كيف تعمل يحتاج هذا يحتاج إلى موهبة في الكسل هو عبارة عن وقت من الفراغ في استرخاء هذا الاسترخاء لا يمكن أكون ككلب الحراسة النائم لازم يواحد والقوم لازم يكون نشط أنا في هذه متيقظ. الحالات نشط أبحث عن شيء أعمل لذلك ليش تمتع بالسعادتي كلها في النجاح في أحط رأسي على المخدة وأنا محقق شيء سواء تطوعا سواء للمجتمع سواء لعمل الخاص سواء أي هذه هي المتعة المتعة بأن تحققي في نهاية هذا اليوم شيء جميل. هل تشعر أنك ضريت عائلتك في وضعك المهني والاجتماعي؟ في البداية نعم كنت قائم في البداية وأنا ماسك التلفزيون والإعلام كنت نشط في بعيد مجالات عنهم. متعددة كثيرة أنا ما أعرف أمسك أصلا عمل واحد لقيني في عدة أعمال متشعب متشعب وأنا ماسك التلفزيون في شركات حكومية في مجالس إدارات في كذا كلها ماسكها متعددة وأنتج وفي أمريكا وكل هذا بس ما فكرت أنك تسوي قناة فضائية رغم أن كانت عن كانت في فكرة مع الأستاذ حمدي قنديل مطلقاً تلفزيون عربي أول أوروبي أول قناة اللي هي صارت الـ MBC نعم إحنا اللي وضعنا الدراسات نعم ونحن اللي بدأنا فيها وعجزنا من ناحية يمكن المادية في ذاك الوقت أن ننفذ لما طلبنا الشريك كان الشريك الله يذكره بالخير أستاذنا صالح كامل صالح كامل استحلى الفكرة فأخذ الوريقات وسواها الحالة نرجع للعائلة زياد ولولوة وطارق عائلتك ليش بعائلتك يعني شو اهتماماتهم ماخذين منك شيء يتفننون في الكسل ولا نشيطين في اتجاهات أخرى لا كل واحد له هوايته ولا رغبته الخاصة ما لا أستطيع يعني ما يشبهونك أبو طارق في اهتماماتك والله يعني أعتقد ممكن يكون البعض منهم في جوانب معينة ولكن مو في كل شيء لا يعني لا أنتظر أصلا كأب أن يكون أبنائي مثلي أصلا هم يختلفون كل واحد عن الثاني ولا يجي في بالي أنه أنا والله في يوم من الأيام لما أسأل ابني هذا من هو شنو هذا المثل اللي دائما يسألونه كليشي هذا هذه في الصحافة من هو مثلك الأعلى والنموذج والقدوة ما أحب هذا أنا ما أحب هذا السؤال هذا ما أنتظر منهم أنا إن أحد يسألهم يردون بابا لا ماكو بابا يلا سووا لكم انتوا انا قصدي شو يشبهونك شو الاهتمامات اللي يعني اللي تقاطعات بينك وبينهم
ما في؟ يمكن والله أدري أحب أقولها بس ماني قايل. يعني منك قايل؟ لا ليش؟ لأن قضايا خاصة طيب وشخصية خاصة. ولا أحب يعني ما خصني فيها، ما خصني أنا فضولية. لا لا طيب في بيني وبين أهلي. وطارق كيف تتصالح مع العمر؟ هل تخاف من الزمن؟ ما شاء الله الله يعطيك طول العمر. لا والله لحد الآن صدقين والحمد لله والحمد لله. كني شاب صغير ما احس اني كبير. فريش مقبل على الحياه. اي الحياه حلوه. من وين لك هالشغف؟ كل ما ازيها انما ترى هي هني. من وين تستمد هالشغف ابو طارق؟ اولا اذا كنت سعيد في بيتي والحمد لله وبين اولادي. شيء ثاني الله مرزقني. ما الوب على الفلس وهذا ما يعني ثروتك مشكلة. اليوم تصل لكم؟ ها ثروتك شلون ليش بالاسئله هذه؟ مالك شغل. عندي دقائق أخيرة أبي أقول فيها شيء. مالك شغل بهالسؤال. أنا قايل لك قبل لا تسأليني أسئلة من النوع. بطارق إحنا سعداء أنك يعني كنت ضيفنا اليوم بنلتقي وإن شاء الله. شفت شيء متغير بالبرنامج للمرة الثانية؟ ديكوركم أفضل وأحسن من الأول. كان بالأول كثير ما أدري شلون شكله الحين فعلا نف كذا جميل بألوانه بديكوره الكرسي غيرته هذا الليلة هذاك الكرسي كذي يقعد سوفك يعني كانت أريكة. برافو يعني في تطوير هذا اللي ذكرته أن تلتفتي دائما ما هو الشيء وهكذا تغيرين. نعم. برافو. شكرا الله لحضورك معنا أبو طارق. أنت نورتنا التقي. الله يحفظكم. أنا سعيد معاكم. شكرا لك وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان. نلتقي في الأسبوع القادم نلتقي مع بروين حبيب.